صباح الخير اهلا بكم مشاهدينا الكرام لسه مكملين حواراتنا في هذا الصباح وزي ما تابعنا في المعلومات اعلن البيت الابيض عن استعداد الرئيس الامريكي لزياره مصر يوم 11 نوفمبر القادم ان شاء الله وده للمشاركه في اعمال وفعاليات مؤتمر قمه المناخ العالمي كاب 27 اللي هتعقد في شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم ان شاء الله أهمية هذه المشاركة خصوصا بعد ما أعلن البيت الأبيض في البيان بتاعه اللي صدر بخصوص مشاركة الرئيس الأمريكي في قمة المناخ في شرم الشيخ إن الرئيس الأمريكي هيستعرض الجهود اللي قامت وحتقوم بها الولايات المتحدة فيما يخص مكافحة التغيرات المناخية وتقليل نسبة الانبعاثات الحرارية هنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا اللي مشرفنا في هذا الحوار دكتور محمد يحيى المدير التنفيذي لمجلة نيتشر في الشرق الأوسط وأفريقيا دكتور محمد صباح الخير وأهلا بك صباح النور إزاي حضرتك أهمية هذا الإعلان من الولايات المتحدة عن مشاركة الرئيس الأمريكي في قمة المناخ القادمة في شرم الشيخ كوب 27 هو ده يعني يمكن اكتر حاجه بيؤكدها هو الاهتمام بكوب 27 كوب 27 جاي في وقت مهم وخطر للعالم يعني احنا السنه اللي فاتت شفنا كوارث بيئيه كبيره جدا اخرها الفيضان الرهيب اللي حصل في باكستان وكل دي تبعيات من التغير المناخي فأهمية وجود الرئيس بايدن بت 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 يعني بتوري قد ايه الكوب سبعه مهم وقد ايه الدول المختلفه حط امال علي ان احنا نوصل لاتفاقيات احسن في خلال كوب 27 ونبني على اللي اتعمل في في المؤتمرات السابقه في السنين اللي فاتت. ايه المنتظر او اللي لازم واجب على الولايات المتحده انها تعلنه في كوب 27 في شرم الشيخ عبر الرئيس الامريكي؟ هو الكوب 27 بالذات اللي هو في شرم الشيخ في يعني الحاجه المهمه فيه ان هو مصر قدمته للعالم ككوب افريقيا، ده بتاع افريقيا هنا يعني بقى له مده موجود في اوروبا وفي اماكن دول متقدمه، فهو عايز يناقش مشاكل الدول الافريقيه ويحل مشاكل الدول الافريقيه. ففي نقطتين مهمين او ثلاث نقط مهمين ممكن نقول الحد من الانبعاثات الدول الناميه اللي هي المشكله بدات من هناك الدول الناميه هي اللي عملت المشكله ديت هي الدول المتقدمه الدول المتقدمه انا اسف هي اللي طلعت كميه الغازات دهيت في الهواء وهي دي اللي ادت لهذه المشكله في الاساس واللي بيتحمل اعبائها هي الدول الدول الناميه فلازم يكون في تقليل من الانبعاثات دهيت تاني حاجه التكيف ان لازم الدول الغنيه تقدر تكون ليها دور تساعد في تكيف الدول النامية مع التغيرات ده بحيث لما يحصل كوارث عندهم يقدروا يتعاملوا معها أفضل والنقطة الثالثة واللي أعتقد أمريكا هيكون ليها دور كبير فيها لأن هي كانت من الناس اللي صوتهم قوي فيها هو اللي منسميه الـ Climate Finance أو إزاي الدول دي توفر فلوس سنوياً لمكافحة التغير المناخي ومن فترة أمريكا كانت بتقود الدول الأوروبية والأمريكية في المناداة بإن كل سنة يكون في 100 مليار دولار أمريكي موجهة للناحية دهيت، إزاي تساعد الدول النامية على إن هي تحارب التغير المناخي. لغاية النهاردة إحنا ما قربناش حتى من الرقم دوت، فدي هتكون نقطة مهمة، إزاي الدول دي تقدر تدفع التكلفة بتاعة التغير المناخي لأن في الآخر هو ما فيش حدود في الموضوع دوت يعني صحيح. اللي بيحصل في حتة بيأثر في حتة تانية فما ينفعش حد يقول أنا ماليش دعوة أو دي مشكلة حد غيري آه طيب بخصوص الجزئية الخاصة بتمويل آه آه الدول المتقدمة للدول النامية آه التمويل المالي لمساعدة آه الدول النامية على التكيف مع أثار التغيرات المناخيه السلبيه اللي بتقع على هذه الدول زي ما معلن من كثير من المؤسسات الدوليه ان هناك ضغوط اقتصاديه بتعاني منها الدول المتقدمه في الفتره الحاليه وحتستمر كما هو متوقع 2023 و2024 وربما تصل ل 25 ومن ثم في ضغوطات اصلا على الموازنات العامه لهذه الدول من ثم ايضا هي بتقلل من الدعم اللي هي المفروض تقدمه للدول الناميه ده ازاي تحدي خصوصا ان البيت الابيض في البيان بتاعه قال ان على الدول المتقدمه انها تتخذ خطوات حاسمه خلال هذا العقد الحالي لمجابهه التغيرات المناخيه. ده بالظبط الحاجة حضرتك بتقوله هو احد الاسباب ليه احد الحاجات اللي بتخلي الكوب 27 بتاع شرم الشيخ مهم جدا. لان هو جاي في وقت حساس جدا بالنسبه للعالم كله، احنا خارجين من آه البانديميك وداخلين دخلنا في الحرب الروسيه الاوكرانيه. فالاقتصاد بتاع العالم في وضع في أسوأ أوضاعه نقدر نقول ومع ذلك احنا يعني بالظبط في الوقت الضعف دوت احنا جاي وحش كبير خالص جاي مشكله كبيره خالص انها التغير المناخي اللي بقى لنا سنين وسنين وسنين عمالين ناجل في مواجهتها بس هي وصلت هي وصلت خلاص فاحنا ما عندناش رفاهيه ان احنا نؤجل اكثر من ذلك فهيكون مصر كرئيسة الكوب 27 عليها دور كبير في أن هي تضمن أن رغم التحديات الاقتصادية اللي بيقابلها العالم يكون في التزامات من الدول دي اتجاه الدول النامية في مواجهة التغير المناخي لأن حجم المشكلة إحنا دلوقتي بدأنا نستنتج يعني الباحثين والعلماء بيتكلموا من سنين وسنين على قد إيه دي كارثة وقد إيه دي مشكلة كبيرة بس النهاردة أو يعني خلال السنين اللي فاتت بدأ الناس تستوعب حجم المشكلة دي مشكله اكبر من اي مشكله البشريه قابلتها قبل كده بقيت الناس تلمسها بشكل الشخص العادي بحي... يعني بعد ما كان كلام بيتقال عن على لسان باحثين بقت حاجات بتاثر عليا انا احنا كمصر احنا في مصر عندنا التاثيرات بدات تظهر في الارض الزراعيه في الدلتا في في الشواطئ في كل الاماكن دهية وكل افريقيا وكل العالم اللي حصل في باكستان ده مخيف وال والموضوع ما فيش بلد واحده تقدر تتحمله واللي ايه يفك... اللي خلينا نفتكر دوت ان حتى اوروبا السنه دي كانت متبهدله في الموجات الحراره اللي جات لهم والناس كانت بتموت اه مم. اوروبا اللي احنا في دماغنا اوروبا وغنيه وقادره ان هي تواجه كل حاجه مش قادره ان هي تواجه ده لوحدها مم. فهو محتاج الدول تنضم مع بعضها وتشتغل مع بعضها لتحقيق دوت لان كل واحد لوحده مش هيقدر فطبعا احنا عندنا مشاكل اقتصاديه كتير جدا سواء يعني أعتقد ما فيش بلد في العالم النهارده مش بتقابل تحديات اقتصادية كبيرة بس ما ينفعش يكون ده العذر إن إحنا نتجاهل مشكلة كبيرة خالص أكبر بكتير جاية علينا وقربت قوي خلاص يعني من بحسب الاحصائيات اللي هي معلنه من بعض مراكز الابحاث والمؤسسات ان الصين دلوقتي والولايات المتحده على راس الدول على مستوى العالم الاكثر تسببا في الانبعاثات الكربونيه على مستوى العالم بتشوف ازاي حجم ونسبه المشاركه الصينيه وايضا المشاركه الامريكيه المعلنه عبر الرئيس جو بايدن ازاي هيعملوا لمساعده العالم في مجابهه هذه التأثير التاثيرات السلبيه اللي بنعيشها في الفتره الاخيره دي دايما برضو من النقاط اللي بتكون حساسة شوية في الكوب بتيجي أمريكا تقول طب ما الصين دلوقتي من أكبر الملوثين ما هي كمان لازم يكون عليها قيود وتيجي الصين تقول أنا لسه دولة نامية أنا م. يعني في الآخر أنا أيوة بقى بعمل انبعاثات كتير بس التاريخي مش أنا المشكلة فيه التاريخي هو أمريكا المشكلة فيه في قمة جلاسكو السنة اللي فاتت في بريطانيا وصلنا يعني وصلوا الدولتين لاتفاق وكانوا جزء من اتفاق آه كويس جدا. هيكون مهم بقى يعني بس ده كان اتفاق يعني كان اتفاق اولي. هيكون مهم قوي ان يعني لما تيجي السنه دي في الكوب 27 في شرم الشيخ نبني على الكلام اللي حصل ده ومنعتش من الاول تاني او نلغي الاتفاقيات اللي اتعملت او نلغي الكلام المبدئي اللي حصل لا نبني بقى ان يكون في اتفاقيه ملزمه علشان البلاد دي تبدا تقلل انبعاثاتها يعني م. الصين مثلا دوله بتستهلك فحم كتير جدا والفحم هو اكثر اكثر نوع وقود ملوث اكثر من الغاز مثلا بكتير لكن هي بتستخدم فحم كتير جدا ففي جلاسكو كان في كلام على تقليل الفحم تقليل استخدام الفحم فدي حاجه يعني دور مصر لازم تلعبه كرئيس المؤتمر السنه دي في ان هو يلزم الدول دي يعني دور رئيس المؤتمر دور مهم جدا ودور محوري جدا وكل سنه رئيس المؤتمر ده بيعمل مجهودات فائقه فائقه فعلا عشان يجمع الناس ويخليهم يكتبوا حاجه ويخليهم يتفقوا على حاجه والدول اللي مش عايزه تكون جزء من الاتفاق دوت والدول اللي تقول لك لا طب انا لسه دوله ناميه مش عايزه التزم فدور رئيس المؤتمر واللي هو السنه دي هي مصر آه ان هو يقدر يجمع الناس دي يقدر يجمع الناس ويخلي فيه نقاش جاد ونقاش ملزم علشان يبقى قدام عندنا خريطه طريق هنتحرك ازاي وهنعمل ايه طيب لو بصينا لسلوكيات الدول سواء الولايات المتحده او الصين او الدول الاوروبيه او حتى الدول اللي في مجموعه العشرين 20 آه حضرتك بتشوف في السلوك بتاعهم ازاي آه فيما يخص وعودهم بسواء آه تقليل انبعاثات الكربونيه او زياده اسهاماتهم وتقديم الدعم المالي للدول الناميه لمساعدتهم على التكيف مع اثار التغيرات المناخيه. للاسف حتى الان سيء جدا جدا لسه في تقرير طالع من الامم المتحده بيقول ان اللي حصل خلال السنه اللي فاتت يعني في خلال جلاسكو كان يعني كتبوا الهدف بتاعهم ان هم يخلوا زياده الحراره أه لا تتعدى درجتين مئويه ويحاولوا يخلوها تقف عند درجه ونص مئويه، فالتقرير اللي لسه طالع بيقول ان درجه ونص اصبح مستحيل، يعني م. ده خلاص ده رقم يعني يكاد يكون مستحيل الا لو قطعنا خالص انبعاثات النهارده اللي هو شيء مش واقعي. أه واللي احنا ماشيين فيه مش هيوقفنا عند درجتين، هنعدي لغايه درجتين وثمانيه من عشره. ودي حاجة كارثية الناس كارثية الأرقام الصغيرة دي مش يعني بتتخيل يعني لما نعدي درجتين مئويتين ده معني إيه لما نوصل فاصلة 2.8 مثلا ده معني إيه أو التأثيرات على الطبيعة وعلى الدول هيكون شكله إزاي المشكلة الناس بتتخيل دي أرقام صغيرة آه. بس دي أرقام بتغير المناخ بتاع كل مناطق العالم م. يعني نيجي نلاقي مناطق يبقى عندها سنين من الجفاف ومناطق فيها سيول عمالين ناس بتغرق وال والحاجات تتدمر والزياده عاليه جدا في حرائق الغابات مثلا والاراضي الزراعيه تبور عشان الاملاح بتطلع فيها المدن على السواحل المياه هترتفع في البحار وتغرق المدن دي في جزر هتختفي فالموضوع كبير جدا يعني من اثنين لاتنين 2.8 من عشره في جزر موجوده النهارده مش هتكون موجوده لو, لو وصلنا لاتنين 2.8 من عشره جزيره كامله مش موجوده دوله دوله فيها حياه وناس وبيوت وحكومه وكل ده هيختفي تحت مستوى تحت ارتفاع مستوى المياه فده شيء مخيف جدا ومشكله كبيره جدا ولذلك مؤسف ان الدول الغنيه او الدول المتقدمه حتى الان مش قادره تقابل وعودها يعني هي عملت وعود ضعيفه مم. ومش بتقابلها مم. مش بتوصل لها فيعني في احنا فعلا محتاجين نعلي المستوى بكثير خلال الفتره الجايه علشان يكون تاني ما فيش واحد ما فيش دوله واحده بس هتقدر تواجه ده لوحدها مهما كانت قويه ومهما كانت غنيه مم. امريكا لوحدها مش هتقدر تواجه التغير المناخي لازم دي ده تحدي للبشريه ان احنا هل هنقدر نشتغل مع بعض عشان نعدي المرحلة دي ولا لا؟ أنا مش عايز يكون كلامي كله مخيف آه. بس هو للأسف الموضوع جاد جدا والموضوع كبير جدا ولازم الناس تعرف إن أبسط الحاجات في يومي أنا، يعني في يومي أنا كشخص في تغييرات ممكن أعملها هتفرق. الناس كتير تقول لك يعني أنا اللي هفرق يعني الصين كلها بتلوث وأنا اللي هفرق أه، كل واحد ده لو كل واحد في مجانه في مكانه قدر يعمل حاجة صغيرة كل ده هيجمع وكل هيفرق في الاخر. طيب دكتور محمد على ذكر بقى النسبة القليلة اللي بتساهم بها الدول اللي هي بتقدم الاموال للدول النامية للتكيف مع الاثار السلبية للتغير المناخي في جزئية أخرى بتطرح ألا وهي عدالة توزيع هذه الأموال القليلة المحصلة لدى الدول النامية على بعض الدول النامية. في دول نامية بتحصل على نسبة أكثر في في دول نامية بتحصل على نسب أقل في دول نامية لا تحصل على أي دعم حتى الآن لمساعدتها على مجابهة أو التكيف مع التغيرات المناخية الحاصلة إزاي لأي مدى أولا الجزئية دي مطروحة في أعمال كوب 27 وإزاي يتم معالجتها أو يعني إعادة ضبطها مرة أخرى دي هتكون من النقط المهمة جدا في الكوب 27 بيكونوا زي ما مصر قدمته ان هو الكوب بتاع افريقيا لان تاريخيا افريقيا هي اقل قاره استفادت من معونات التغير المناخي مع انها من اكثر القارات اللي معرضه لخطر يعني حقيقي في فلوس كتير جدا بتروح مثلا لدوله زي الهند مش معناها ان الهند مش محتاجه هي محتاجه فعلا م. بس هي فعلا زي ما حضرتك بتقول مش متوزعه بطريقه عادله او متناسبه فلازم يكون في ضغط افريقي قوي السنه دي على النقطه دي ان افريقيا في خطر و, و... و... افريقيا تاريخيا هي كانت يعني كل ما تمر به من مشاكل ومساوئ سببها الغرب بطريقه ما من. من ساعه الاحتلال وال... ولما قسموا افريقيا ما بينهم واستغلال مواردها الغنيه جدا وعشان يبنوا الحضارات بتاعتهم ففي في فاتوره فاهم ازاي؟ في فاتوره مفروض تدفع مقابل ده ومقابل ان النهارده الدول دي مش قادره تواجه التغير المناخي بسبب الضعف اللي نتك... اللي كان نتيجه الدول المتقدمه فلازم يكون في تركيز على النقطه دي واتمنى ان الكوب 27 يركز على النقطه دي لان هو زي ما بقول حكي يعني هو آه الجميل هو الكوب الجاي هيكون في آه دبي م. الجميل جدا ان احنا قدمنا الكوب بتاعنا مش عن هو كوب عربي احنا قدمناه ان هو كوب افريقي م. والكوب الجاي هيبقى هو الكوب العربي فده مهم جدا لان فعلا افريقيا النهارده محتاجه المساعده دي محتاجه ان هي يكون عندها الدعم ان هي تقوم وان هي تنمو بطريقه نظيفه تستعمل طاقات نظيفه طاقات متجدده على عكس الغرب اللي عمله من زمان خلينا احنا عندنا فرصه النهارده ان احنا نبقى احسن او ننمو بطريقه احسن وبالتالي آه لازم يكون دي نقطة آه عليها تركيز وأتمنى إن مصر تقدر تقود الصوت الأفريقي في النقطة دي إن شاء الله دكتور محمد يحيى مدير أو المدير التنفيذي لمجلة نيتشر في الشرق الأوسط وأفريقيا شرفتنا ويوم سعيد عليك وكل التوفيق إن شاء الله فيما هو قادم شكرا بس جدا بس. لحضرتك شكرا لك بكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا الى ختام حلقه النهارده في هذا الصباح بكره ان شاء الله موضوعات جديده وحلقه جديده حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا والى اللقاء ويوم سعيد عليكم ان شاء الله شكرا